مساء الخير يا فندم. مساء النور. نتعرف بحضرتك. انا سليم سليم. اهلا بيك. ايه اللي بيشدك في جورنان كاريزما علشان تحتفظ بيه وتقراه؟ المعلومات اللي بتيجي عليه لما تبقى معلومات مستحدثة كويسة بتدي الناس فكرة كويسة عن الطائفة بتاعتنا وعن المصريين في امريكا وعن السبجكت تكون اتراكتيف للقارئ علشان ما يحصلوش ملل لما يقراها ويستفيد بيها. إيه اللي حضرتك شايفه مختلف في جريدة كاريزما عشان كده بتقراها أو محتفظ بيها؟ المعلومات مختلفة شوية. مختلفة يعني من ناحية بتحس إن هي بتضيف لك حاجة؟ بحس إنها بتعالج سبجكت مختلفة عن الجرائد الموجودة في السوق أو الموجودة اللي إحنا بنقراها طبيعي اللي موجودة على أبواب الكنائس أو الحتت العربية. هي جريدة كويسة ومستحدثة وبتعالج المشاكل الاجتماعية اللي احنا بنفكر فيها. فإذا كانت كاريزما بتعالج أو بتساعد الناس على إنها تتعرف على المجتمع الأمريكي فدي ممكن تبقى لها أثر تأثير كويس على الناس اللي هم محتاجين ان هم يعرفوا اكتر عن المجتمع الامريكي سواء كان الناحية العلمية او الناحية الاقتصادية او طريقة الحياة. والسبجكت في الموضوع ده كتيرة. يعني انا مبسوط منها انها جريدة جديدة وبتوجه نظر الناس لحاجات معينة تانية. ودي برضو لما يحصل colorful writing colorful experience و new experience لأنه المعلومات اللي بنشوفها في الجرائد العربية كلها متشابهة copy best. لما يبقى في جريدة جديدة بتوجه الناس لوجهة نظر جديدة برضو مهم من الواحد وفنون صحفية حقيقية. يعني لما بنعمل تحقيق صحفي بننزل نعمل مع شخصيات حقيقية ما بننقلش من أماكن مختلفة. لا بنعمل فيس تو فيس يعني أو بنعمل يعني بنختلط بالشعب وبنشوف هم احتياجاتهم إيه. طبعا بتحس بده في الجريدة. مهم جدا التروس إن في العرض يعني العرض اللي هو معروض بأمانة وب يعني صحة العرض وصحة المعلومات مهمة قوي لأنه القارئ متعلم ومدرك المجتمع. صحيح. وإذا ما كانش الجريدة بتجذبه متشكر جدا جدا على الحوار اللذيذ التكاوي ده. انا معلش انا خدتك من الاسره وبجد انا مبسوط جدا بان انا عملت خدت منك. You stop me but if you gonna let me talk I will never. Thank you so much. متشكر جدا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامه.